هنا البغض، البغض في الله تبارك وتعالى لكل عاصي، لكل من عصى الله أنا أبغضه بغضا دينيا، بغض إيمان، لكن لا يمنع ذلك أني أتعامل معه، قد يكونان في نفس في بيت واحد، قد يكون بين الأب وابنه، بين الزوج وزوجه، بين الأخ وأخيه، بين الرجل وعمه، وهكذا، لأن هذا شيء لا يظهر، لا يظهر، لا يظهر، إنما هو شيء من أعمال القلوب، بغض في الله محله القلب. إنزين، تظهر هنالك آثاره في عدم ماذا؟ في عدم الدعاء له بدعاء الآخرة من الرحمة والمغفرة، وعدم التأمين كذلك لما لكل دعاء أخروي يتضمنه. إذا دعا هذا الإنسان دعاء يتضمنه يقول اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، إذن لا، إذن لا نؤمن على دعائه، وذلك لأن هذا الدعاء يشمله، فلا نؤمن على دعاء، على دعاء يشمله. لكن لو قال اللهم هب لنا من أزواجنا وأنفسنا، دعاء دنيوي، اللهم إنا نسألك الخير، اللهم إن رزقا حلالا، نسألك رزقا حلالا طيبا واسعا وإيمان، هذا الدعاء هذا نؤمن عليه. أما إذا يدعو بدعاء أخروي يدخل نفسه فيه بناء الجمع فلا نؤمن على دعائه، كما أننا لا ندعو له كذلك لا نؤمن على دعاء يشمله إن دعا هذا الإنسان وهو في البراءة.